امبارح حديقة الحيوان بالجيزة شهدت حدث ربما مختلف بعض الشيء. الحدث ما كانش استلام حيوان جديد أو ما شابه، ولكن كان افتتاح وحدة بايوجاز. يعني ايه افتتاح وحدة بايوجاز في حديقة الحيوان؟ الوحدة دي زي ما هو مكتوب الهدف منها توليد غاز بيوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، توفير سماد عضوي عشان أيضا يسمد الرقعة أو الرقعة الخضراء الموجودة داخل حديقة الحيوان. أكيد يا مصطفى، المشروع ده أول مرة يتنفذ في حديقة الحيوان، وبتشتغل على فكرة توليد الطاقة من المخلفات. عندنا تفاصيل أكتر ممكن نعرفها من الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. وحضرتك أطيب، ربنا يخليك. دلوقتي بداية كده خلينا نقول سريعا، إيه هو البيوجاز؟ إزاي ده يساعدنا إن إحنا نولد طاقة من المخلفات، وخصوصا إنها طبعا متوفرة في حديقة الحيوان؟ طبعا زي ما حضرتك أشرت، امبارح كان افتتاح وحدة بيوجاز في الحيوان، وده نعتبره مشروع يعني هام جدا جدا. زي ما حضراتكم عارفين، احنا بنحاول نساعد حديقة الحيوان المصرية انها تعود تاني للتصنيف العالمي، ونشترك في جمعية الحدائق الدولية لانها من اقدم الحدائق على مستوى العالم، وبيوجد بها العديد من يعني المشاهدات المهمة جدا داخل الحديقة. كان فكرة المشروع اللي احنا بدأناه مع هيئة حديقة او ادارة حديقة الحيوان ووزارة الزراعة، إن إحنا ابتدينا نستخدم المخلفات الحيوانية أو مخلفات المجزر اللي داخل الحديقة في إنتاج غاز حيوي، ويتم استخدام هذا الغاز في الإضاءة والتدفئة للحضانات بتاعة الزواحف وغيرها من الثدييات اللي موجودة في الحديقة. طبعا بالاضافه من هذا المشروع ينتج عنه حوالي 800 كيلو من السماد السائل عالي الجوده، ويتم استخدامه في عمليات الزراعه المختلفه داخل الحديقه. ده انا عايز اقول باختصار ان هذه التكنولوجيا لاول مره تطبق في مصر. هي تكنولوجيا بتعتمد على استخدام مخمرات، هذه المخمرات بتكون من معدن مطلي بالغاز، ويمكن فكها وتركبها ونقلها من مكان لاخر. ودي اهميه هذا المشروع، انه مشروع تم فيه تطوير تكنولوجيا انتاج الغاز الحيوي ويتطبق في حديقه الحيوان، لان احنا باصين على حضارات الحيوان في المانيا وفي كندا، ولقينا ان تم تطبيق المشروع هذه الحدائق كانت المهم ان احنا، لكن الاهم اللي برضو مهم جدا ان احنا هذه الوحده هتكون مثال تعليم. ايوه، زي ما حضراتكم عارفين قدام حضرتك الحيوان بتوجد زراعه وكليه البيطري وهذه الكليات العمليه المعنيه بهذا النوع من التكنولوجيات، فدي هتكون زي جزء تعليمي لهؤلاء الطلبة على هديك ان احنا نأمل في تعميمها على مستوى مصر مش لحضارات الحيوان، ولكن لجميع المصادر بتاعة المخلفات، سواء مثلا الكومباوند الحاجة اللي طالعة من المستشفيات او غيرها. فطبعا كان مهم جدا. طيب خلينا نتكلم بلغة الارقام يا دكتور. المشروع ده هيوفر على حديقة الحيوان كام جنيه؟ اول حاجه احنا هنتكلم على البعد الاول، كميه المخلفات الموجوده